चलो यहां से हटो आप लोग उधर चल जाइए उस साइड में उधर आ जाइए उधर आइए चलो बेटा चलो जल्दी चढ़ाओ आ जाओ उधर आ जाओ सामने साइड में चलिए उधर आ जाइए उधर आ जाओ बेटा उधर चलो चढ़ाओ अंदर अंदर हो गए भाई आप लोग घूम कर इधर से आगे हो जाओ बेटा चलिए यहां से रहने रहने जाकर चढ़ाओ ना भाई नॉर्मल ले चलो भैया चलो आगे हो जाओ थोड़ा आगे पकड़ना ये ले ना ये देना कहाँ है यही रब्बू आइए जाने लो इधर आ इधर क्यों कम इधर आ जो रस आ जो हर के मेंबर सिराने चढ़ाओ ना सिराने चढ़ाने के लिए कह रहा हूँ तुमसे इज्जत करो तुमसे बाहर के मेहमान हैं आमीन أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله عليك يا سيدي يا رسول الله يا رحمة العالمين ألف ألف الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين ألف ألف الصلاة والسلام عليك من الله إليك يا سيدي يا رسول الله ألف ألف الصلاة والسلام عليك يا سيد الأنوار يا نور النور يا قبل الأزمنة والدهور اللهم يا ربي بجاه حبيبك المصطفى برسولك المرتضى حضرنا بحضور الشيخ وليك يا الله نظام الدين تشيستي آمين ربنا يا الله يا سيدي يا نظام الدين تشيستي جئناك من بلاد بعيدة جئنا نطلب المغفرة آمين أن تقدمنا لحضور النبي صلى الله عليه وسلم طاهرين مطهرين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمين اللهم يا ربي يا الله عافد على حبيبك مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر آمين بشهادتك يا الله بشهادة حبيبك المصطفى وبشهادة أهل السماوات والأراضين وبشهادة ملائكتك الكرام نشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
إشالة عنا وعن أولادنا وعيالنا وجميع ما يتعلق بنا ووصانا واستوصانا بدعاء الخير والأمة عامة أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. يا رب من أين أهدي رجال ذراتنا إلى يومنا هذا خمس درهم من جنايات وكبائر وأثام وبهتان وغيبة ونميمة. تبنا ورجعنا إلى الله، نتوب إلى الله توبة نصوحة. آمين. اللهم يا ربنا يا الله. اللهم يا ربنا يا الله. آمين. أنت السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام. آمين. تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والمجد والإكرام. آمين. كلنا لك عبد يا الله، وأحق ما يقول لك العبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا راضي لما قضيت. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، رب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الرسل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، شفيع المذنبين. يا سيدي يا رسول الله، انظرنا بنظرة من عندك يا حبيب الله. انظرنا بنظرة يا سيدي يا رسول الله، تطهرنا بها من جميع الذنوب والآثام، وتقدمنا لحضور الله عز وجل طاهرين مطهرين، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم يا ربنا يا الله، أفض على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسلم من بركاتك يا الله، ومن رحماتك يا الله، ومن أنسك يا الله، ومن عقاب ذات البعد يا الله. اللهم أنت يا رب يا الله الذي تفيد على عبادك برحمتك، أفد علينا برحمتك يا الله. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك يا رسول الله، جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، وجدوا الله توابا رحيما. يا رب جئنا إلى حضرة باب حبيبك المصطفى، أحد الأبواب، ولي الله، نظام الدين شستي يا رب يا الله، فلا تردنا عن بابك خائبين. وهذا باب من أبوابك يا الله، وأنت قلت في القرآن الكريم وادخلوا البيوت من أبوابها، فجئنا إلى باب من الأبواب لندخل فيه إلى حضرة النبي المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم يا ربنا يا الله، احفظنا من جميع الذنوب والآثام يا ربي، نستغفرك ونتوب إليك ونقول أستغفر الله، 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 أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، وأتوب إليه توبة عبد عاجز لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. اللهم يا رب تبنا ورجعنا من عهد إيجاد ذراتنا إلى يومنا هذا، تبنا ورجعنا عن كل الذنوب. واحفظنا يا رب يا الله من الذنوب من يومنا هذا إلى يوم القيامة. يا ربنا يا الله، يا سيدي يا رسول الله، اجعلنا تحت شفاعتك يا حبيب الله، اجعلنا تحت محبتك يا حبيب الله. أنت الحبيب الذي يرجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين. لولا الهوى لم ترد دمعا على طللي، ولا أرقت لذكر الباني والعلمي. يا سيدي يا رسول الله، يا رحمة للعالمين، يا نظرة من عندك علينا، يا تنور بها قلوبنا وتفرج بها همومنا. يا سيدنا يا رسول الله، يا سيدي حبك وحب من أحبك، يا من يا حبيب الله، أنت الحبيب، أنت الشفيع، أنت القاسم يا أبا القاسم، أنت طه وياسين، أنت يا ربي، أنت يا سيدي يا رسول الله، أنت حبيب الله. فاجعلنا في هذه الدائرة يا سيدي يا رسول الله، اجعلنا معك في عن الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم يا ربي أحسن رفاقتنا مع الحبيب المصطفى، مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. آمين. وحسن أولئك رفيقا. آمين. وحسن أولئك رفيقا. آمين. وحسن أولئك رفيقا. آمين. يا سيدي يا رسول الله، أنت قلت يحشر المرء مع من أحب، ونحن نحبك يا رب.
رسول الله. ونحن قلوبنا فداءك يا رسول الله. يا ربنا يا الله نحن فداء نبيك المصطفى عليه الصلاة والسلام، فداء للإسلام، فداء للإيمان، فداء للقرآن، فداء للإحسان، فداء لرسولك العدنان يا سيدي يا رسول الله يا رحمة للعالمين. يا ربنا تقبل منا، نحن عباد عاجزون ليس بإمكاننا أي شيء، أنت الحاكم يا الله. آمين. فاحكم علينا بالجنة، فاحكم لنا بالجنة يا ربي يا الله. آمين. وأجرنا من النار، وأجرنا من عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة. آمين. وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. آمين. وأدخلنا الجنة مع الأبرار. آمين. برحمتك يا عزيز يا غفار. آمين. يا كريم يا ستار. آمين. يا رب العالمين. آمين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجمعنا مع حبيبك في الدنيا وفي الآخرة. آمين. اللهم ارزقنا شفاعته يا رب العالمين. آمين. اللهم اجعله لنا نورا. آمين. اللهم اجعله لنا هاديا. آمين. اللهم اجعله لنا رفيقا وصاحبا. آمين. اللهم اجعله لنا حبيبا. آمين. يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. آمين. بجاه سبحانك رب العيش، سبحانك يا ربنا يا الله، بجاه عظمتك يا آمين. الله. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذك من شر ما استعاذك منه سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا بحرمة من أنزلت عليه سر سورة الفاتحة. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بارك وسلم. يا الله حضرت خواجہ سید محمد نظام الدین اولیاء محمود اللہ رحمت العالی میں جناب شیخ ناظم صاحب کے خلفائے خاص اور تمام مریدین یہاں حاضر ہیں، یا اللہ ان کے حاضرین کو قبول فرما، یا اللہ اس سلسلے میں اور ترقیاں عطا فرما، یا اللہ ان سب کی ان میں برکت عطا فرما، ایمان میں برکت عطا فرما، رزق میں برکت عطا فرما، سلسلے میں برکت عطا فرما، اور ان کے حاضروں کو یہاں آنے کی قبولیت عطا فرما، بار بار یہاں آنے کی حاضری نصیب فرما، اس کو کامیابی عطا فرما، یا دائم الفضل البریہ، یا باسط الدین بالعطیہ، یا صاحب المواہب السنیہ، يا دافي البلاء والبلية. صل على محمد وعلى آل برت النقية. واغفر لنا بالإشاء الأشياء. ربنا توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، وصل على جميع الأنبياء المرسلين وعلى الملائكة المقربين، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. باقي لا إله إلا الله. ¡Vamos!
منٹ رک جائیں سر، ایک سیکنڈ جو ساتھ میں ہو جائیں گے آگے بڑھ، ایک منٹ رک جائیے، آپ لوگ آگے بڑھ جائیں، تھوڑا پیچھے ہوئیے، ایک منٹ سر تھوڑا پیچھے ہو جائیں، آپ لوگ بچوں پیچھے ہو جاؤ، تھوڑا تھوڑا پیچھے پیچھے ہو جائیے، تھوڑا پیچھے پیچھے ہو جائیے، توڑ دیا بھائی، یہاں یہاں نہیں بیٹھی، یہاں نہیں بیٹھی، کھڑے ہوئی ہے یہاں سے، آرام سے بھیا، تھوڑا پیچھے ہو جائیے آپ لوگ، مصطفیٰ
From the bottom of our hearts, he's praying for you, for your family, and we are glad to see you here in the darbar of Mehboob-e-Ilahi. And you have to come again and again, inshallah. So that the people get blessings from you, with the wasila of you. They want to meet with you, so that the people will get benefited from you, inshallah. This is a the work you are doing, may Allah give success to you, inshallah. Make easy everything for you and spread the message of love and equality and the brotherhood which you are spreading all over the world. Write down your name so that this will be remembered. We remember that you can come in the darbar of Mehboob-e-Ilahi. I am the one who is the one. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خواجه خواجگان معين الدين اشرف اولياء روح زمين کار فرمائے سبا سیارہ بر سریر سبحر خطب الدين
شاہ عالم بنا ہے ملک بقا بندہ خاص حق فرید الدین آمین پائے نظم جہاں نظام الدین ہادی گمراہان دشت زلال در طریق خدا نصیر الدین ساکن عدن مادن اسرار راہ مولا نمائے فخر الدین قبول فرما لیجئے اور خداوند کریم سے دعا فرما دیجئے ہم سب کی بگڑیاں بن جائیں مرادیں پوری ہو جائیں جو جس مقصد کو لے کے آپ کی بارگاہ میں آیا ہے یہاں سے خالی نہ جائے محروم نہ جائے جھولیاں بھر کر جائے یا حضور توجہ کی ضرورت ہے جو بیمار حال ہے ان کی بیماریوں میں شفا عطا ہو جائے یا حضور جو بے روزگار ہے ان کو روزگار عطا ہو جائے اور جن کے روزگار ہے ان میں برکتیں اور ترقی عطا ہو جائے یا حضور جو بے اولاد ہے ان کو اولاد عطا ہو جائے یا حضور جو قرض دار ہے ان کے قرضے عطا ہو جائے یا حضور جو مقدمات میں گرفتار ہے جو حق پر اور نہ فتح بھی حاصل ہو جائے یا حضور جن بچوں کی شادی نہیں ان کی شادیاں ہو جائے His Ziyara is not something easy. His Ziyara, he will take you to the presence of Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. SubhanAllah. One by one. He is not blind. He is not deaf. He can hear, he can see. And he can see everyone who is visiting him. May Allah accept our Ziyara. Ameen, ameen. May Allah Subhanahu Wa Ta'ala accept our Ziyara. Ameen, ameen. Of the Sultans of Awliyas that Allah subhanahu wa ta'ala has created look, Muslims and non-Muslims coming for his year. Allah. And that's an easy process. You fly here, you come by car, you come back. But also for his year, because you are making salawat here in front of him and you are asking Allah for forgiveness, you are making zikrullah. Allah subhanahu wa ta'ala said, according to Prophet Hadith, Ana jalisu man dhakarani. I am sitting with the one who mentioned me. Allah. So all of us here in this masjid and in that maqam, praising Allah subhanahu wa ta'ala and mentioning Allah, that one will remember us, to remember Allah subhanahu wa ta'ala. His presence is to remind people of Allah subhanahu wa ta'ala and that's why it would be written for us a paradise and it will make angels making tasbih the day of judgment and will be written for us in our amal inshallah. Ameen. Ameen. وسلم عليه
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اكتمت علي اكتمت عمر اكتمت علي اكتمت عمر اكتمت علي اكتمت عمر اكتمت علي All the shoes are here. Slowly, 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 please. Slowly. Stop, stop, stop. Wait. Babaji.